مشاهدين اهلا بكل حضراتكم مره تانية اولى فقراتنا وصحتك معانا دايما بالدنيا. من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب لنا حرج وتضايقنا رائحه الفم الكريهه. النهارده هنشوف معاكم بعض الطرق علشان نتمتع دايما برائحه فم تكون كويسه. اول حاجه الاصرار على نظافه الفم. لازم طبعا يوميا نغسل سناننا بالفرشه الصبح والوقت اللي هو بعد الظهر او العصر لو انت بعد الغداء، وبالليل قبل ما تنام مده ما تقلش عن دقيقتين او ثلاثه. طبعا لازم تحرص على استعمال كمان خيط تنظيف الاسنان لو الفرشه مش بتنظف بالشكل المطلوب. كمان من الافضل استخدام معجون السنان يكون طبيعي وما يضرش بدرجه حموضه الفم، ويحتوي على مكونات طبيعيه من الزعتر مثلا والنعناع والقرفه. طيب ايه تاني ممكن يخلي ريحه الفم تكون جميله وعلى طول متجدده؟ استخدام الزيوت. ممكن نكتفي ان احنا نحط نقطتين او ثلاثه من زيت النعناع او الريحان او زيت شجره الشاي على قطعه صغيره من السكر وتسيبها في بقك تدوب قبل ما تاكل اي وجبه من الوجبات. لو انت ما بتحبش موضوع السكر ده وبتحرص من السكريات، ممكن ان انت تخلط معلقه صغيره من زيت الزيتون مع نقطتين او ثلاثه من واحد من الزيوت الثلاثه الاساسيه اللي احنا لسه قايلينهم، وتقدر تبلعهم عادي ما فيهاش اي مشكله. طيب من ضمن الحاجات المهمه جدا لرائحه الفم معانا الليمون. رائحه الفم الكريهه غالبا بتعكس وجود اضطرابات داخليه، عشان كده تناول نص ليمونه كل يوم الصبح على معده فارغه ده بيخلي رائحه الفم تكون كويسه، وتمزجها طبعا بالميه السخنه مع نص ليمونه طازه، وبعد كده تشرب المشروب ده يكون على الريق. طيب الزعتر. الزعتر ممكن نكتفي ان احنا نحط 3 او 4 نقط من زيت الزعتر في كوبايه ميه، وممكن نستخدمه كغسول للفم زي المضمضه كده عده مرات خلال اليوم، ويفضل اول ما تصحى وقبل ما تنام طبعا. وتناول الزعتر 3 مرات في اليوم اللي هو الزعتر العادي، انت ممكن تاكله لوحده كده ما فيهوش مشكله. طيب البقدونس، احنا بنسمع عنه دايما ان البقدونس بيستخدم كمزيل عرق طبيعي، ودي مش الأهمية الواحدة له، لكن طبعا ده بسبب احتوائه على الكلوروفيل، لكن له قدرة طبعا على التقاط المكونات الكبريتية اللي بتبقى موجودة في الفم بتعمل مشاكل في الريحة. واعتاد الناس زمان لما كان يبقى حاسين بريحة فم مش كويسة ان هو يجيب غصنين او ثلاثة من البقدونس ويمضغهم عادي وتخلي ريحة نفسه تكون جيدة. معنا طبعا الأطعمة الغنية بالكلوروفيل، لازم كلنا نستغنى عن الأطباق الدسمة والمشروبات الغازية والقهوة والكحوليات، ونستعيد بها عن الأطباق الخفيفة على المعدة واللي بتكون مليانة بالأطعمة الخضراء الغنية بالكلوروفيل. على سبيل المثال مثلا ممكن نعمل السلطة الخضراء ونكتر فيها البقدونس ونكتر فيها الكرفس والنعناع والأفوكادو، وممكن ترش عليها رشة صغيرة من زيت الزيتون. طبعا رائحة الفم بتبقى دليل كبير جدا على نظافتك الشخصية، بتدل شوية على شخصيتك، وعلشان ما تنفرش اللي حواليك منك. ويعني المسلم كل حاجة فيه المفروض انها تكون جميلة، ان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا الطيب، واعتقد السواك كمان من الحاجات اللي بتخلي ريحة الفم تكون جميلة. طيبكم الله بكل ريحة جميلة يا رب.